طيب تعالوا بسم الله ونبدأ مع الجرامر بتاع ام هاي 2 ونشوف يونت 3 في الجرامر بتاعنا بيتكلم عن ايه. اول حاجة لو انا جيت بصيت كده للرسمة ده هي الرسمة دي بصلها قوي وانا برسم كده وقول لي انت فاهم منها ايه وانا برسم. انا فاهم ان دول بالمقارنة بدول دول قليلين ودول كتار، وشايف ان دول قليلين ودول كتار، صح؟ حلو، يبقى ده قليل وده كتير. حلو جدا. طب السؤال هو هل القليل ده زي القليل ده؟ لا، ده قليل للعدد لكن ده قليل للكمية. هنا هو يا مستر اقول فيو، يبقى فيو اللي هي ايه؟ قليل للعدد. طيب لكن قليل الكمية اقول اليتل، يبقى قليل الكمية. طيب تعال نشوف كثير. لو انا عندي كثير لحاجة بتتعد هقول كثير اللي هو ميني، يبقى ده للعدد. طب لو كمية هقول ماتش، يبقى الصورة ده هي معبرة عن حاجات كتير عندي. يبقى لو انا عايز اقول ماتش معناه ايه؟ تقول لي كثير للكمية. طب ميني يعني ايه؟ كثير للعدد. معايا يا دكتورة؟ طيب عايز اقول فيو يعني ايه؟ تقولي لي قليل للعدد. طب انا عايز اقول قليل الكمية، يبقى هقول ايه؟ هقول a little. لحد كده في حاجة مش مفهومة؟ نعيد كمان؟ طيب ركز معايا في اللي جاي. لو انا جيت قلت لك ميني وجيت قلت لك ماتش، انت قلت لي ده كثير للعدد وقلت لي ده هو كثير للكمية. أيوه، أما إيه الفرق ما بينهم وما بين a lot of، أو ما بينهم وما بين lots of؟ على فكرة الاتنين دول يعتبروا واحد بمعنى كثيرا من. إيه الفرق؟ أقول أنا قول أنت. بص، أولا a lot of معناها كثيرا من للعدد وللكمية، يعني هنا هو هي بتساوي ميني وبتساوي مين؟ ماتش. طب في سؤال، هو لو جاب لي ميني وقالت اوف اختار اني واحده، ما دي معناها كثير للعدد ودي برضو كثير للعدد. طب لو جاب لي ماتش وقالت اوف، ما دي برضو معناها كثير للكميه ودي كثير للكميه، انا اتلخبطت، صح؟ قال لك ما تتلخبطش، ميني وماتش دي انا بستخدمها في حاجتين اتنين، لو في الجمله عندي نوت او كويستشن، يبقى في السؤال وفين؟ في النفي. يبقى لو الجمله فيها نوت او كويستشن اختار مين؟ ميني وماتش. طب دي قال لي مع الافيرماتيف. افيرماتيف يعني الجمل المثبته، مش فاهمه. الجمل التي ليس بها نوت او كويستشن، برضو مش فاهمه، اديني اكزامبل. هاجي اقول لك كده اي هاف جوت وافتح اكواس، ميني ولا الوت of toys، تقولي لي ايه؟ ليه؟ لان انا ما عنديش نوت. طب لو انا جيت قلت كده I don't have many ولا a lot of toys، تقولي لي ايه؟ لان انا عندي مين؟ نوت. فاهمه يا دكتورتي؟ طيب ايه كمان؟ تعالى بينا نجري على حاجة كمان. ايه الحاجة الكمان؟ ماشي. واحد يجي يسألني يقول لي هو ايه الفرق ما بين a few وكلمة few؟ وايه الفرق ما بين a little وما بين كلمة little؟ ده سؤال. ها، أقول له ايه؟ الحاجات اللي فيها معناها قليل، والحاجات اللي فيها فيو مي وليتل برضو معناها قليل. انا كده اتحيرت، طب ما دول ودول نفس الحاجه، دي قليل ودول قليل، ايه الفرق ما بين اللي فيهم واللي مفهومش؟ ده سؤال. قال لك اللي مفهومش قليل ولا يكفي، قليل ولا ايه؟ لكن اللي فيهم قليل ويكفي، قليل وايه؟ مش فاهمه. تيجي ناخد اكزامبل.
طيب هاجي اقول لك كده I don't have a little sugar. او خليها هب بقى بلاش I don't have. I have a little sugar. انا عندي سكر قليل. السؤال بقى هو السكر ده هو كافي يعمل كوباية شاي ولا مش كافي؟ بص قال لي ايه؟ اللي بالآن قليل ويكفي. يعني قليل بس ايه؟ يكفي انا عندي سكر قليل بس ممكن اعمل كوباية شاي بس ما اعملش بقى ايه عصير وبسبوسة وكيكة لا مش هيكفي. بس يكفي الايه؟ للحاجات الاساسية المشروب. يبقى هنا هو I have a little ايه؟ sugar. يبقى هنا ايه؟ ادم ايه؟ يكفي. ممكن اعمل بيه هو كوباية شاي اتعامل ايه؟ لكن لو انا قلت هنا هو I have little sugar يبقى انا معنى كده يا مستر محمد او هنا السكر كافي لعمل كوب شاي. طب هنا السكر غير كافي لعمل كوب شاي. يعني ايه يا رضوى؟ يعني انا مثلا لقيت كده يا دوبك هي نص معلقه حتى لو حطيتها على الشاي مش هيبان اللي هو فيه سكر اصلا. لا ده انت تنزل تشتري بقى. طب بتفرق يا رضوى؟ بتفرق. ليه؟ لما ماما تقول لك الجمله دي I have a little sugar هي كده مش هتخليكي تنزلي، خلاص انا عندي سكر كفايه لحد بقى يبقى حد ينزل بقى بكره ولا بعد ولا حاجه. لكن هنا I have little sugar لا هتنزلي تجيبي عشان السكر ده مش كفايه. وقيسي على كده حاجات كتيره جدا، بص كده اهو. هاجي اقول لك كده I have a little water. يعني يا مستر؟ يعني انا عندي ميه وتكفي. لكن لو انا جيت قلت I have little water انا مش هديك. ليه؟ لان الميه اللي معايا ما تكفينيش اصلا، ده انا احتمال اروح اشتري. فاهمه يا دكتوره؟ عيد كمان. طيب تعالى ناخد حاجه كمان، ركز معايا. هو ايه الفرق ما بين صم واني؟ ده سؤال. يبقى ده انا عندي صم اهو وعندي اني. ايه الفرق؟ بص صم دي بتيجي مع حاجتين، بتيجي مع الافيرماتيف الجمل اللي ما فيهاش نوت ولا كويستشن مارك. يبقى لو انا ما عنديش نوت في جمله، ما عنديش كويستشن مارك في جمله، وعندي فول ستوب بس، باخد سم. اديني اكزامبل I have some ولا any apples. هنا هو بيقول لي I have some ولا any apples. هاجي اعمل ايه بقى؟ هروح باصص على الجمله من اولها لحد اخرها. عندك نوت هنا، عندي كويستشن مارك، يبقى دي بتاعت مين؟ سم. طب ركزي في اللي جايه دي، بص كده would you like، وفي عندي do you like، تمام؟ وفي عندي كلمة please، شايفة؟ طيب المدرسين يقول لك جمل الأوفر والريكوست، سيبك من الكلام الكبير ده. الأوفر ده معناه العرض والريكوست معناه الطلب، ماشي. يعني لو حد بيعرض عليك حاجة، يعرض مساعدة مثلا، يعرض إن هو يشيلك شنطة، يعرض مثلا إن هو يساعدك في هوم ورك ولا حاجة من إخواتك، أو بيطلب منك طلب إن أنت مثلا حد من إخواتك يطلب منك إن أنت تعملي له مثلا معاه الهوم ورك أو تعملي له شيء أو الكلام ده، بيطلب. العرض والطلب ده حاجات مميزة زي كلمة would you like ودو يو لايك وبليز. لو شفت كلمة من الكلمات ده هي اختاري صم. يبقى تاني عندي أربع حاجات، شفت الفول ستوب لوحديها باخد صم، شفت بليز لوحديها، شفت would you like، شفت do you like باخد إيه؟ صم. تيجي ناخد إكزامبل؟ يلا. لما أجي أقول لك would you like some ولا any tea معناها هل تود بعض الشاي، يبقى هنا هو some ايه tea. انا حد عرض عليا بيقول لي تحب شاي فبقول بيقول لي would you like some tea، فانا هنا ايه استخدمت some. امتى بقى any؟ any سهله جدا، بتيجي مع not وبتيجي مع الكويستشن. طب هتيجي انت تسالني سؤال غريب شويه، اسال طب ما هو ده مش ده كويستشن؟ يعني المفروض ما ياخد اني بس عشان في مين؟ وود. يبقى لو في وود ودو يو لايك وبليز حتى لو في كويستشن باخد مين؟ سم. لكن امتى بقى؟ لو في سؤال عادي، بص كده لو انا جيت قلت لك اي دونت نيد، ناخد مين؟ سم ولا اني ابلز. هنا هو في مين؟ اخد مين؟ سم اني اني اخر كلام اخد اني. ليه؟ يبقى هنا هو الكويستش ونوت الاثنين دول ياخدوا مين؟ اني. طيب بص كده ار ذير، افتح اكواس سم ولا اني
مثلا drinks، هل يوجد أي مشروبات؟ فأنا هنا هو في question. هل عندك would you like؟ هل عندك please؟ هل عندك do you like؟ ده سؤال عادي. هاخد مين؟ ها؟ لا تاني. أيوة بالظبط. يبقى هنا هو تاني. يبقى لو في would you like أو do you like أو بليز، حاجة من التلاتة دول، حتى لو كويستشن باخد سم. طب لو الجملة دي ما فيهاش وكانت كويستشن بس، باخد مين؟ باخد ذير. ار ذير باخد ايه؟ اني. اوكي يا دكتورة؟ طيب تيجي نكمل؟ تعالى نكمل. ايه كمان معايا؟ تعالى نشوف حاجة تاني. بص كده. There are old houses in the village. هاخد much ولا little ولا a lot of ولا a little. احنا اتفقنا الجملة ده هي، لو انا عندي not او question باخد many او much، وبالتالي باخد little او a few. طب لو انا عندي جملة ما فيهاش باخد مين؟ باخد a lot of. يبقى تاني، يبقى تاني، ركزي معايا تاني. لو انت عندك جملة ما فيهاش not ولا question mark بتاخد a lot of. طب فيها not و question mark باخد مين؟ باخد بقى الايه؟ الميني او الماتش او الليتل او الفيو، على حسب معنى الجمله. الجمله دي عندك نوت او كويستشن؟ ها ما عنديش. يبقى دي الجمله دي بتاعت مين؟ عايش الوت اوف. طب بص كده، ذير ارنت مودرن بيلدينجز. استنيني، هي البيلدينجز دي هي دي هنا فيها نوت صح؟ صح. يبقى الوت دي بره، لان الوت ما بيجيش مع النيجاتيف والكويستشن. انا بفهم بالراحه اهو. طيب هنا بقى البيلدينجز دي، هي دي بتتعدي ولا ما بتتعديش؟ المباني دي فيها اس اهي، جامعه اهي، بتتعدي. مبنى 2 3 4 عماره 2 3 4. يبقى ليتل بره وماتش بره. ليه؟ بص كده وانت معايا، بص كده، ليتل وماتش كانوا كميه صح؟ ما بيتعدوش. يبقى انا هنا هاخد ما بين فيو مين ومين، صح يا دكتوره؟ تعالي نرجع نيجي نقول هنا اهو، تختار بقى مين انت كده. انا شطبت كله، باقي مين؟ بس كده. طب هات واحده كمان. There are farms around the village. تاخد مين؟ فكر. هنا بقى استناني في حاجه. انت عندك هنا، بص كده للجمله دي، انت عندك هنا هو حاجه اسمها لوتس بس. طب عندك حاجة اسمها ألوت بس ولا الاتنين معاهم أوف؟ فأنا هنا تعالي بيجي يقول لي زير آر، لو أنا خدت لوتس هل فيها أوف هنا؟ يبقى ما تنفعش. يا مستر ده مثبتة، ما تنفعش. أعمل إيه طيب؟ طيب هنا هو فارمز دي بتتجمع ولا ما بتتجمعش؟ طيب هاخد ماتش؟ لا، يعني ده كمية. هاخد ليتل؟ لا. هاخد مين؟ طيب هنا المعنى ده مش هيركب معايا. الجملة دي المفروض يتحط لها أوف وتبقى لوتس حلوة. ليه؟ لان انا لو جيت قلت كده there are farms around the village، ينفع اقول few farms؟ هل في، هل معتاد يبقى في مزارع قليله في القريه؟ لا، يبقى مش هتنفع برضو few. يبقى هي المفروض تبقى lots ايه؟ lots of farms، او lots تنفع مع farms عادي. يبقى انا هاخد مين؟ lots. مش هينفع a few ولا much ولا little. اوكي يا دكتوره؟ يبقى احنا كده، بص انا بفكر ازاي، بجيب دي واجيب دي واجيب دي، عمري ما بختار حاجة مرة واحدة، تبقى غلط. لازم اقعد ايه؟ ادورها في دماغي كتير. طب واحدة كمان. Everybody's good car so there is pollution. يبقى انا هنا هنا باصص هنا ان في هنا كومة هنا كأني مش شايفها. في كل واحد عنده عربية وبالتالي يوجد ايه؟ pollution. عربيات، يبقى التلوث ده هيبقى كتير ولا قليل؟ في عربيات كتير، يبقى في تلوث كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى فيو بره وليتل بره عشان دول قليل، انا عايز كتير. هاخد ماتش ولا هاخد ميني؟ هو التلوث ده بيتعد؟ لا. يبقى ينفع ميني؟ لا، ده ميني ده للعدد. هاخد مين؟ ماتش. ناخد واحده كمان، يلا بينا. هاجي يقول لي ذير ازنت انترتينمنت. يعني ايه يا مستر؟ يعني مفيش تسليه او متعه. مش دي فيها نوت؟ هل نوت بتيجي مع لوت؟ لا، بره. طب الانترتينمنت، التسليه او المتعه دي بتتعد؟ لا، ما تتعدش. يبقى ما تتعدش، يبقى ماتش بره. اخد مين؟
ناخد واحدة كمان. There is beautiful scenery and it's beautiful and very peaceful. هنا هو الجملة دي هل فيها نط أو كوسشن؟ يبقى هنا هو مني برا وفيو برا. طيب أخد a lot of ولا أخد lots؟ عايش. أوكي؟ مش هطول بقى وقت الفيديو أكتر من كده، بس ممكن أخد واحدة في الريرايت. I didn't eat many sandwiches for breakfast. هو عايز الراجل ده هو يستخدم فيو. خليك نصح في حاجة، مش الراجل قال لي هنا هو didn't مع ميني؟ حلو، أنا ممكن أعمل إيه؟ فكري وقولي لي. أوقف الفيديو كده لحد ما تفكري. يبقى أنا هعمل إيه؟ هروح شايل didn't وأعملها له بسط، أقول له I ate few أو a few بقى sandwiches for breakfast. أوكي يا مستر؟ طب هات واحدة كمان. هنا هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي there is a little juice in the bottle. عايز isn't. هو بيقول لي كان في عصير قليل، صح؟ يبقى ما فيش كتير. يبقى هقول له ايه؟ there isn't little، ده ايه؟ هجيب العكس بتاع عكس little ايه؟ much. واكمل juice واكمل جملتي الاخر. طب هات اللي بعديها. The teacher didn't give us much homework. يعني المدرسين ما ادوناش homework كتير. يبقى ادونا homework ايه؟ يبقى هنا هو اقول له ايه؟ ادونا بقى. هعمل هكشتب ده واقول give. ادونا. يبقى اللعبة كلها فين؟ المثبت بخليه منفي والنفي بخليه مثبت. يبقى the teacher ايه؟ the teacher المدرس ايه؟ give us a little. انا بعكس بقى. ما هو ما ادناش واجب كتير. يبقى ادانا واجب ايه؟ قليل. يبقى a little ايه؟ homework. واحدة كمان بالمرة. No many people attend my birthday party. عايز a few. يبقى no ده هو no many. أقول إيه؟ a few people attended my birthday party. ليه يا دكتورة رضوى؟ وبيقول لك مش كتير حضر. مش كتير يبقى إيه؟ يبقى قليل. يبقى a few mean people. هو أصلاً هتبقى أول جملة عشان هي بالظبط. طب هاتي دي بقى. Dad bought a few notebooks. يعني بابا اشترى notebook مذكرات قليلة. عايز أقول ما اشتراش. يبقى ما اشتراش إيه؟ Dad didn't bought the help النيجاتيف بتاعها باي. يبقى didn't إيه؟ باي. ما اشتراش إيه؟ هو اشترى مذكرات قليلة أو مفكرات قليلة. يبقى اشترى مفكرات إيه؟ هو اشترى مفكرات قليلة. يبقى ما اشتراش كتير. يبقى didn't buy ايه؟ عايز بقى عايز الكتير بتاع فيو. الكتير يعني ميني او ماتش. اخد ميني ولا ماتش؟ لا. او وانت معايا. بس كده. ادي فيو. الكتير بتاعها مين؟ وليت الكتير بتاعها مين؟ ليت فيو ده هي عشان عدد. كتيرها ميني عدد. وليت ده كمية يبقى كتيرها ماتش كمية. تمام. يبقى انا هنا هو هاخد له مين؟ ميني ولا ماتش؟ ميني نوت بوكس. اوكي يا دكتورة. بس تعالى ناخد حاجة كمان.